اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجا ولا نجا لنا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، اللهم أطل في عمره، اللهم أحسن عمله، اللهم بارك له فيما أعطيته. اللهم وإن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه،
تحت الجنادل والتراب وحدنا، يا رحمن ارحمنا، يا غفور فاغفر لنا، إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا خالق غيرك فنرجوه. من يفتح الباب إن أغلقته، ومن يعطي العطاء إن منعته. يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. ها نحن ببابك واقفون، ها نحن ببابك واقفون، ولعذابك مشفقون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون. نسألك يا الله أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا من عبادك المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز اللهم عن التقصير والآثام. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش،
ولا السهر والتعب. اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار.